السلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان أنه كان يكثر الصوم في هذا الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً منه في شهر شعبان. قال العلماء: والحكمة من هذا من أجل أن تتروض النفس على صيام شهر رمضان، فإن الإنسان إذا كان يعتاد الأكل والشرب في أثناء النهار ثم يدخل عليه شهر رمضان قد يجد في الصوم مشقة، أما إذا كان قد صام قبله أياماً فإن النفس تكون متهيئة ومستعدة للصيام في رمضان، فيصوم ولا يشعر بمشقة شديدة،
ويزاول ما يريد من العبادات والأعمال، لأن نفسه قد اعتادت الصوم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي إلا من كان يعتاد الصوم، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كمن يصوم يوم الاثنين والخميس فصادف الاثنين أو الخميس آخر يوم من شعبان جاز له الصوم. أما من لم يكن معتادا لهذا فلا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أيضا من كان عليه قضاء من رمضان الأول فينبغي عليه أن يبادر بالقضاء هذه الأيام، بحيث لا يأتي رمضان إلا وقد أكمل ما عليه من القضاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي الاستعداد لشهر رمضان بأن يهيئ الإنسان نفسه للعبادة والطاعة في ذلك الشهر الكريم. ومن أعظم ما ينبغي استقبال شهر رمضان أن يستقبله المسلم بتوبة صادقة واستقامة صحيحة على أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فأمن ثلاث مرات، قال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضي الله عنهم: على ماذا أمنت يا رسول الله؟ قال: لقد أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، رغم أنف رجل أدركه رمضان فلم يغفر له فمات فلم يدخل الجنة، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال جبريل: ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال جبريل: ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فهذه ثلاث دعوات عظيمة دعا بها أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأمن عليها أفضل البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحرى هذه الدعوات بالقبول عند الله تعالى. والشاهد منها قول جبريل: رغم أنف رجل أدركه رمضان، أي عاش أيام رمضان ولياليه فلم يغفر له، لأنه لم يأخذ بأسباب المغفرة ولم يتعرض لرحمة الله تعالى، بل ما زال في رمضان مصرًا على بعض المعاصي والمنكرات، فلم يغير حاله رمضان، فهذا بعيد من مغفرة الله تعالى ورحمته. فإن رمضان شهر المغفرة والرحمة والرضوان، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن ينال نصيبا عظيما من ذلك الخير العظيم في شهر رمضان، ومن ذلك مغفرة الذنوب.
وما من أحد إلا وعنده من المعاصي والمنكرات ما يجب عليه أن يتوب إلى الله منها، ولا يستطيع أحد مهما بلغ في الصلاح والخير والعبادة لا يستطيع أن يبرئ نفسه من المعصية. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي خطاء، بصيغة المبالغة أي كثيرة الخطايا، وخير الخطائين التوابون. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. يعني أن الذنوب لا بد من الوقوع فيها، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فلا ينبغي للمسلم أن يقول: ليس عندي معصية، أو أنا رجل صالح، أو أنا طالب علم، أو أنا صائم وقائم وقارئ للقرآن ومكثر من ذكر الله فمما أستغفر. هذا لا يقوله إلا من هو جاهل بنفسه وبحقوق الله عز وجل. فقد كان سيد الصالحين وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو قال 100 مرة. وربنا عز وجل يفرح بالعبد إذا تاب واستغفر وكان صادقا في توبته واستغفاره. ففي الحديث القدسي المشهور حديث أبي ذر قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يبين ربنا عز وجل لنا ما عندنا من كثرة الذنوب ومن التقصير في طاعة الله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقع الإنسان في المعصية، يعصي ربه ويخالف أمره ويجاهره بالمعصية، ويجد ربا كريما رحيما يناديه بأن يتوب: فإني أغفر الذنوب جميعا. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلا تنظر أيها المسلم إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فإن الشيطان له مداخل كثيرة على الإنسان، ومن مداخله أنه يصغر المعصية في نظره ويقول: ما عندك إلا هذه المعصية، وما عصيت الله إلا قليلا، ولا يزال يوسوس له أو يقول: افعل هذه المعصية أياما أو في هذه الفترة ثم بعد ذلك تتوب. وأساليب شيطانية كثيرة حذرنا ربنا عز وجل من قبولها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولم يقل لا تتبعوا الشيطان، لأن الشيطان لو جاءنا في صورة شخص يتكلم ويأمر وينهى لما استجاب له أحد، ولكن له خطوات عظيمة يوقع الإنسان بسببها في معصية الله تعالى
ومخالفة أمره، فقال الله: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وإذا كان الإنسان يتبع خطوات الشيطان ويقبل وسوسته وتزيينه وتصغيره للمعصية، فإن هذا من أسباب الإصرار والاستمرار على معصية الله تعالى، فيظل الإنسان يعصي ويعصي ويعصي حتى تكاد المعصية أن تكون خلقا له. ولهذا قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من المعاصي، غطى القلوب وأعماها بسبب المعاصي والآثام. ووضح هذا المعنى نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث حذيفة بن اليمان، قال: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والفتن المراد بها في هذا الحديث معناها الأعم، فيدخل فيها مطلق المعاصي. فأيما قلب أشربها، أي قبل المعصية، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. الحصير نوع من الأوعية المعروفة، كعرض الحصير عودا عودا، أي متعددة وأنواع مختلفة. فأي قلب أشربها، أي قبلها، نكت فيه نكتة سوداء حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأي قلب أنكرها، نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهما قلبان: قلب أسود يقبل المعصية ويصر عليها ويفعلها أياما وأياما وأياما ولا يحدث نفسه بالتوبة منها، فيكون قلبه أسود مربادا كالكوز، الكأس مجخيا. إذا كان الكأس على رأسه وأردت أن تصب عليه شيئا من الماء فإنه لا يقبل، كذلك ذلك القلب الأسود إذا تلطخ بالمعاصي والآثام وأصر عليها فإنه لا يقبل موعظة ولا تنفعه نصيحة ولا يكاد يتوب إلا أن يشاء الله تعالى. ولهذا ذكر العلماء أن من أنواع العقوبة من التوبة من المعصية الإصرار عليها، بأن يحول الله بين هذا الإنسان وبين التوبة. ربما يريد أن يتوب فلا يستطيع أن يتغلب على نفسه ولا يستطيع أن يتغلب على شيطانه، لأنه ضعف أمامه وأصر وتمادى في فعل المعصية. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما زاغوا عن الإيمان والهداية بفعل المعصية أو البدعة أو الشرك أزاغ الله قلوبهم، أي زادهم الله زيغا. لذا يجب على المسلم ألا يزكي نفسه، بل يجب عليه أن يعترف بذنبه وتقصيره في حق الله، وأن يكثر من التوبة والاستغفار، وأن ينطرح بين يدي الله تعالى بالدعاء والتضرع سائلا الله أن يمن عليه بتوبة صادقة، وأن يهدي قلبه للإيمان، وأن يزين قلبه به بحيث يكون راغبا في الطاعة محبا لها خائفا من المعصية بعيدا عنها، وكلما فعل المعصية بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أقول قولي هذا، استغفر الله
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن التوبة إلى الله عز وجل واجبة في كل حال، ولكن وجوبها في استقبال شهر رمضان آكد وأولى. والسبب في ذلك ما سمعتم، من أجل أن يوطن الإنسان نفسه ويستعد لها بطاعة الله تعالى وعبادته، ومن أجل أن ينال سعة رحمة الله تعالى وفضله الذي أعده الله عز وجل للصائمين. فإن الإصرار على المعصية يؤثر على الصيام والقيام وسائر العبادات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. رجل يصوم يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولكن ليس له من صيامه أجر. والسبب في ذلك تأثير المعصية على عبادة الصوم. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات يؤثرن على الحسنات. وآخر يقوم من الليل يصلي ويتعبد، وليس له من قيامه إلا السهر والتعب، لأثر المعصية أو لعدم الإخلاص في تلك العبادة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه، وأن نقبل على الله تعالى بقلوبنا قبل الإقبال على الله بظواهرنا. فإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر الله عز وجل النظر الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والقبول وعدمه، أن الله ينظر إلى القلب، إلى صلاحه واستقامته وطهارته، وينظر إلى العمل وموافقته للسنة. فمن راقب الله في هذا وفقه الله وأعانه. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال له: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا مما ينبغي أن نستقبل به شهر رمضان، أن ندعو الله بمثل هذا الدعاء: اللهم أعني. تطلب من الله تعالى العون، أن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فلولا إعانة الله وتوفيقه ما تستطيع أن تفعل شيئا. فتسأل الله أن يعينك وأن يوفقك وأن يفرغ قلبك لعبادته وطاعته وذكره. فإن الله إذا وكل الإنسان إلى نفسه فقد وكله إلى ضعف وإلى خطيئة وإلى عجز، وأما إذا أعانه الله وفقه فإنه تفتح له أبواب الخير والتوفيق. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه، وارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة
التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.